من ثم أعود إليك. عنوان هذه الانتقادات مشاهدينا: فاغنر الروسية، أما موضوعها فهو انتقاد لندن لتجاهل حجم توسع المجموعة الروسية في أفريقيا. تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في الحكومة البريطانية انتقد ما اسماه الاستخفاف بخطورة مجموعة فاغنر لما يقرب من عقد من الزمن. وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية نظرت إلى فاغنر من منظور أوروبي رغم أنها كانت تنتشر في أنحاء العالم. وجه التقرير انتقادات لجهود بريطانيا في معاقبة فاغنر ووصفها بأنها مخيبة للأمال. كما ذهب التقرير إلى حد تقديم اقتراح للحكومة البريطانية بتوفير بديل للحكومات الإفريقية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.